الطفولة هي تصميم الأزياء. اكتشفت موهبتي من خلال إنه كنت أحب أرسم تصاميم، أرسم فساتين وأنا صغيرة. حسيت إنه قديش أنا عندي شغف وحلم بهذا المجال، وتطورت لحد ما كبرت. مجال تصميم الأزياء كان مفقود، يعني ما كان في هذا التخصص، فاتجهت لتخصص علم النفس لأنه مجال تصميم الأزياء ما كان متوفر للدراسة في وقتها. وحبيت أنا مجال علم النفس، بس ضليت بمجال حلمي وأصريت إني أنا أكمل فيه. تخصص علم النفس ساعدني كتير إنه أنا أشتغل في مجال تصميم الأزياء. تصميم الأزياء وعلم النفس هو مجال كتير متشابه، يعني عم بحس إنه أنا ممكن أدرس شخصية هذا الشخص اللي أنا بده يلبس من تصاميمي. لما أنا أشتغل قطعة لازم أعرف شخصية المرأة اللي راح تلبسها، شو تطلعاتها مني، شو تطلعاتها من هاي القطعة. كتير هذا الإشي ساعدني بهذا المجال. عندي طولة بال، يعني عندي طولة بال على هذا الشخص اللي هو حاطط ثقته فيي، فأنا لما هو حاطط ثقته في مي عشان يطلع له تصميم معين لازم أنا أكون قد هاي الثقة. الاختلاف والاتفاق هون فيها يعني نقاشات، فيها حوارات، ما منخلص الموضوع بيوم، في عنا عدة بروفات لأنه نطلع بالنتيجة المناسبة للعروس والنتيجة المناسبة للتصميم. اشتغلنا كتير على تصاميم، طورنا بالأزياء وخط الأزياء الفلسطيني لحد ما صرنا ننافس المنتجات أو التصاميم العالمية. الأزياء موجودة وين ما كان، بس البصمة صعب تنلقى إلا عند المصمم. بصمتي موجودة بتصميم العروس الفلسطينية. بحب هذا المجال، بحب أبدع فيه، بحب أعطي العروس من قلبي. الشمول في موضوع التراث، هو التراث بحر، خلينا نحكي يعني موضوع كتير كبير. الأهم بهذا الموضوع هو الحفاظ على الثوب والغرزة الفلسطينية. حفاظنا على هذا الثوب طلع بتصاميم جديدة عصرية مع الاحتفاظ بماهية الثوب وأصل الثوب. اشتغلت على مجموعات عديدة، من ضمنها مجموعة جفرة. مجموعة جفرة هي خاصة بالثوب الفلسطيني بألوان مختلفة وجديدة. هون احنا حببنا جيل الصبايا، الجيل الجديد بالثوب الفلسطيني بقصات جديدة متنوعة، وبنفس الوقت احنا لبسناهم ثوب جداتهم. يعني كيف احنا دخلنا التطريز بطريقة جميلة على هاي التصاميم لحتى صبية ترغب فيها، تحكي لي أنا مي أنا أمنيتي ألبس ثوب قديم، يعني أمنيتي أطلع بثوب قديم وأتباهى فيه. كتير
كثير أنا حلم إنه بنتي تكون زيي شبهي، يعني بتمنى يكون عندها موهبة التصميم، بتمنى يكون عندها هذا الشغف لإله، وفعلا أنا لقيت فيها كتير أشياء بتشبهني. حبها للرسم والفن بلش يظهر من صغر سنها، هلأ هي عمرها 5 سنوات وأنا كتير بنمي فيها هاي الموهبة. قديش أنا حلو تكون أم، حلو تكون عندك وظيفة أو مهنة، عندك شغف وطموح، يعني إشي كتير مهم للمرأة إنه هي تثبت حالها بكل المجالات لو كان عندها كتير مسؤوليات. فكتير بيسألوني أنت كيف عم بتوفقي بين هدول الشغلات كلهم، إنه أنت أم وأنت صاحبة مشروع وعندك مشاغل كتيرة، ف قديش حلو انك انت تحسي يعني مجهودك وتعبك ببين وبظهر.